طيب خلينا نروح للكابتن عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، وهو في برج العرب مع المنتخب في الفندق. نطمن على المنتخب، والنهارده زي ما شفنا كده لقطات أو صور لتدريب الفريق، الفرقة ماشية بشكل كويس جدا. كابتن عصام، ازاي حضرتك كابتن عصام؟ أهلا بك يا كريم، وأهلا بكل مشاهديك الكرام. الله يخليك كابتن عصام، يعني أكيد حضرتك متواجد كعضو مجلس إدارة ومسؤول في اتحاد الكرة، والكل بيدعم في منتخب مصر، كنت متواجد في التدريب مع المهندس هاني أبو ريدة، والاتحاد بيدعم المنتخب بشدة. بصراحة أنا مبسوط جدا من التكاتف، كل العناصر لعبة كرة القدم بتتكاتف مع منتخب مصر في الفترة الحالية. فعلا يا كريم زي ما قلت ان الجميع فعلا متكاتف مع المنتخب، مش بس اتحاد الكوره، اعتقد بكره تشوف المؤازره الغير عاديه من الجماهير اللي ممكن يصلوا ل 80,000 متفرج. وده واضح كمان من ان التذاكر يعني في صعوبه جدا في الحصول على التذاكر، لان اعتقد ان هي خلصت بمجرد ما تم طرحها في الاسواق وفي المنافذ، وده شيء حقيقه كبير جدا، وده شيء اللي احنا معتادين عليه من جمهورنا العظيم اللي ان شاء الله هيكون العامل الاساسي باذن الله يوم الاحد فوز منتخبنا باذن الله. يمكن النهارده الحقيقه كريم اللي انا شفته النهارده من لعيبه المنتخب قبل ما ينزلوا التدريب، شفت الحقيقه روح جميله، شفت حماس، شفت في وشهم كده يعني سعاده وهم نازلين التدريب، فده الحقيقه فلح حسن، وده الحقيقه بيدول ان الجميع مركز بشكل كبير. والتدريب النهارده الحقيقه كان تمرين رائع الحقيقه من مستر كوبر، واعتقد ان كل اللاعبين تنافسوا بشكل كبير جدا في ان كل واحد ينول شرف ان هو يمثل منتخب مصر بعد بكره باذن الله امام غانا ان شاء الله. ان شاء الله. الحكم الجابوني يا كابتن عصام، احنا طبعا جبنا السي في بتاعه وقلنا الماتشات اللي هو حكمها، وحكم كتير للنادي الاهلي وحكم لمنتخب مصر قبل كده، يعني لو حضرتك برضه متابعه ايه مواصفاته؟ واكيد حضرتك برضه كحكم دولي كبير ومسؤول دلوقتي في اتحاد الكوره، بتتكلم مع اللعيبه ازاي تكسبوا الحكم، ازاي ما تنرفزش الحكم، ازاي تخلي الحكم متعاطف معاك، فعايز اعرف صفات الحكم، وهل اتكلمت مع اللعيبه في موضوع التحكيم في ماتش مصر وغانا؟ الحقيقه يمكن النهارده طاقم التحكيم يمكن وصل النهارده الساعه 2:30 برج العرب، والحقيقه اتمرنوا النهارده من 5 ل 6 قبل في الملعب الرئيسي قبل تدريب منتخبنا اللي بدا الساعه 6. والحقيقه يعني الامور بالنسبه لهم كويسه جدا، ويمكن انا زي ما قلت يا كريم، والحاجه الوحيده اللي حذرت منها من الحكم ان هو شويه سريع في اشهار البطاقات، خاصه البطاقات الصفراء. ويمكن اتكلمت النهارده مع ايهاب لهيطه الحقيقه في ازاي ينقل مستر كوبر للجهاز الفني وللاعبين، ان مهم جدا ان احنا نركز في الاداء الفني وخطه مستر كوبر، ونبعد عن التحكيم تماما، وان شاء الله الحكم يكون في يومه، لان قلت له الملحوظه اللي هي بتاع الانذارات دي وسرعه الحقيقه ان الحكم بيصدرها بشكل سريع، فقلت له يا ريت تحذر اللاعبين. ولسه عندي بكره ان شاء الله هيكون في لقاء مع اللاعبين ان شاء الله، وهنقول لهم انا بنفسي يعني صفات الحكم وايه الحاجات اللي احنا نتجنبها، وان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله المنتخب باذن الله. ان شاء الله. كابتن عصام، حضرتك قلت الحاله المعنويه الرائعه في المنتخب، واللعيبه يعني مستريحين نفسيا ومبسوطين وهم نازلين تدريب. انا شفت الكلام ده رغم ان انا تابعت صور فوتوغرافيه دلوقتي، انا حاسس بكده. ولكن منتخب غانا برضو يعني جاي بالنسبه له المباراه حياه او موت، هل المهندس هاني ابو ريده وانتم كمجلس اداره اتحاد الكوره كلمتوا مع اللعيبه ان المباراه مش سهله، ما تستهونوش بمنتخب غانا؟ منتخب غانا جريح بعد التعادل مع اوغندا، وماتش مصر بالنسبه له مباراه صعود برضو لكاس العالم. زي ما قلت يا كريم، هم اللاعبين يعني الحقيقه المهندس هاني اكتر من قاعده مع اللاعبين، وهم اللاعبين نفسهم عارفين ان منتخب غانا منتخب كبير. ومنتخب غانا ليه الحقيقه صولات وجولات في القاره الافريقيه والوصول لكاس العالم. لكن اللاعبين حاطين ده في حسابهم، واضح حتى من الجديه في التدريب النهارده، انا كنت موجود في التدريب، واضح من الجديه، واضح من الحماس على اللاعبين. وانا الحقيقه كريم من فتره بعيده بكلمك بكل امانه، والله ما شفتش منتخبنا من 5 سنين كده 4 سنين، ما شفتش بنفس الحماسه اللي انا شفتها النهارده في التدريب الحقيقه. وواضح ان اللي عارف انت اوقات تتفرج على تدريب فريق تحس ان هم كده ايه، مش في الفورمه، او
الحماسه ورغبه في الانتصار مش كبيره. لكن النهارده الحقيقه والله بكلمك بكل امانه حسيت النهارده في حاجه مختلفه في يمكن مباراه الكونغو يا كريم ليها برضو دور كبير في رفع الروح المعنويه لمنتخبنا وللروح اللي هم عليها، وان هم كمان عندهم احساس ان المباراه دي لو ربنا قدر لنا وكسبناها اعتقد حوالي 70% في الوصول لروسيا 2018 ان شاء الله. تمام. هل انتوا كاتحاد كوره كابتن عصام اتكلمتوا في الشكوى بتاعت غانا ان هم خايفين والمدرب الاسرائيلي ومصر وان حد يتعرض له والكلام ده، ولا الموضوع كان عادي بالنسبه لكم؟ على الاطلاق والكلام ده مصر العظيمه اكبر من ان هي ترد على هذا الكلام، لان مصر بتستقبل ضيوفها احسن استقبال حتى لو كانوا اعداء. أيوة. طالما حد عندنا ضيف لازم نستقبله بشكل محترم، واعتقد جمهورنا واعي، وزي ما حضرتك قلت انا يمكن سمعت كريم ان لازم ان احنا نعمل لمصلحه مصر واهم حاجه ان احنا نحقق الانتصار، واهم حاجه ان احنا يكون عندنا امال كبيره بعد هذا الفوز في الوصول لروسيا ان شاء الله. ان شاء الله كابتن عصام انا بشكرك، ويعني ان شاء الله نتمنى التوفيق لمنتخبنا ونبارك لبعض يوم الاحد ان شاء الله بعد المباراه بالليل باذن الله. طيب ده كان كابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري.